ثعابين بحجم الصخور، عمالقة ييتس، وحوش تحت الماء. الديناصورات، ما رأيك؟ هل يمكن أن تكون موجودة في الواقع؟ أم أن ما يقال عنها مجرد أساطير؟ نعم، بإمكانها. اليوم سنتأكد من ذلك. الطبيعة البرية معكم. في هذه الحلقة سأريكم أكثر المخلوقات العمالقة الغامضة التي تم تصويرها. هيا بنا. حسناً، قبل أن ننتقل إلى الجزء الرئيسي من الحلقة، أقترح أن تلقي نظرة على الصور الغير العادية والمثيرة للاهتمام التي لفتت انتباهي. كانت جميعها على الإنترنت في المجال العام، وناقشها المجتمع بصدر رحب. يظهر هنا نوعاً من المخلوقات العملاقة مثل أفلام الرعب، التي تقف في مكان ما على مسافة خلف الضباب. أول رد فعل طبيعي يخبرني أن الصورة مزيفة، لكن مع ذلك ماذا لو كان الشخص الذي تم تصويره وحشاً حقيقياً؟ أخبرني في التعليقات ما رأيك. حسناً، سنذهب إلى أبعد من ذلك ونلقي نظرة على مخلوق آخر يختبئ هذه المرة قبالة سواحل المملكة المتحدة. وفقاً للقصة القصيرة، كان سلطعوناً غير طبيعياً يحرس المرسى والقوارب، ولكن بمجرد أن بدأ الناس في إحداث ضوضاء اشتموا رائحة غريبة وخرجت عن الأنظار. في هذه الصورة يمكننا رؤية شخص غير مفهوم تماما. أنا شخصيا لا أستطيع حتى معرفة عدد الذراعين والساقين. كل ما نعرفه هو أن هذه الصورة المزعجة التقطت في الجبال المكسيكية. أخطأ شهود العيان ظنا أن الوحش هو ذو القدم الكبيرة، لكن لا يزال لدينا الوقت لنعرف ما هو. الآن أقترح أن ننظر إلى شيء غامض ومثير بنفس القدر، شيء تم رصده في وقت الأخبار. كان الناس يبلغون من مكان اندلع به الحريق، لا يبدو أن هناك مشكلة، ثم فجأة على إحدى الكاميرات خرج شخص ناري كاملا من النيران. هذه الصورة الظلية التي تقشعر لها الأبدان لم تترك أي مشاهد دون أن تشده. بعد انتهاء الأخبار مباشرة بدأ السكان في مناقشة هذه الظاهرة، واعتقدوا بجدية أنه في الغابة حيث كان هناك حريق تعيش روح شريرة وخطيرة. بقدر ما أشعر بالقلق، أنا لا أؤمن بمثل هذا. مع ذلك لا يمكنني شرح ما رأيته. ما رأيك في هذه الشخصية الغريبة؟ أيمكن أن تظهر؟ هل هي مصادفة؟ ما لا يمكنك اعتباره مصادفة أو تعديل؟ هو قطة برية تم التقاطها بواسطة كاميرا مراقبة. كان الحيوان يسير في منطقة المحمية، وللوهلة الأولى لا يوجد شيء غير عادي في ذلك إطلاقا. مع ذلك إذا نظرت إلى جذر الأمر وتحولت إلى علماء الحيوان، فإن الموقف يأخذ طابعا أكثر غموضا. بمجرد التقاط الحيوان بالكاميرا يجب تحديد هويته. يحتاج الناس إلى معرفة نوع الحيوان وكيف تمكن من الهرب. هنا نشأت العقبة الأولى. لم تكن هذه القطة تشبه أي حيوان محلي، لا تلك التي تعيش في المنطقة وتعتبر برية، ولا كل الحيوانات المحمية. نظر علماء الحيوان جميعهم إلى هذه اللقطات وهزوا أكتافهم. تقول النسخة الوحيدة المناسبة إلى حد ما أنه يمكن أن تكون بعض القطط الغريبة النادرة التي هربت من مالكها. مع ذلك ليس سهلا بالتأكيد تصديق مثل هذا. من كانت هذه القطة العملاقة؟ لم يكتشف الناس بعد. كل شيء مربك لدرجة أن هناك نظرية عن المتحولين. وبقدر ما أشعر بالقلق، أشعر بسعادة غامرة أنه بعد النظر إلى المخلوق المجهول والغامض يمكنني رؤية مخلوق طبيعي ومألوف تماما للعلماء. نعم، قد يكون عملاقا بشكل غير مفهوم، لكن مع ذلك هذا يناسبني. نحن نتحدث عن أنكوندا، قد تم تصويرها من قبل سياح عشوائي بعد فيضان في البرازيل. ظهر الثعبان الضخم في بركة في حي المدينة، وإذا تم تصديق تعليقات المصور فقد تمكن من القيام ببضع لفات حول المدينة. عادة لا يتجاوز طول الأناكوندا 5 أمتار، لكن من الواضح أن هذا الفرد كان أكبر من المتوسط، بالإضافة لم يكن طويلا فحسب، بل كان ضخما جدا. من المرعب تخيل عدد الكائنات الحية التي ابتلعتها. على أي حال، لا شيء من هذا هو أي من أعمالنا. في البرية كل رجل لنفسه، لذلك لم يلمس الناس هذا الكائن وقاموا بتصويره بسلام من الجانب. أترغب في التقاط صورة مع هذا العملاق؟ أو ربما تمسكه بين ذراعيك؟ بالحديث عن الثعابين، لا أعرف حتى ما هو الأفضل. مقابلة أناكوندا ضخمة وفقا لحدسك، إنها قادرة على التهام أكثر من شخص بالغ في وقت واحد، أو رؤية ثعبان قديم أو حتى متحجر بأشكال مذهلة وهالة قوية لا توصف. في الحالة الأولى أنت تعرف من أقصد.
وفي الحالة الثانية كنت أتحدث عن هذا الثعبان الضخم بحجم صخرة تم العثور عليها في تايلاند. إذا تجاوزته ولم تنظر إليه حقا فلن تلاحظ أي شيء، لكن الأمر يستحق إجهاد رؤيتك وخيالك قليلا حتى تكتسب هذه الجدران أجواء مختلفة تماما تشبه الحجارة في هذا المكان بطريقة ما ثعبانا ضخما ملتفا في حلقات، وله حتى رأس مشابه لرأس ثعبان الحديث. وفقا للعلماء إذا تم تجميد هذا الثعبان حقا سيكون عمره مليون عام على الأقل. تبدو هذه النظرية جنونية لكنها مثيرة في نفس الوقت، على الرغم من أنه ليس الجميع على عجلة لتصديق ذلك لأسباب واضحة. ومن ثم تأتي النظرية الأخرى والتي تفيد بأنها لا تزال أحجارا عادية تم نحتها بمهارة على شكل ثعبان من أجل تكريم بعض الآلهة المحلية. أتفق أن هذا أسهل بكثير للتصديق، مع ذلك هناك تفاصيل دقيقة هنا. مثلا من أين حصل سكان الماضي على هذه المهارات؟ كيف تمكنوا من بناء مثل هذا الثعبان الرهيب؟ للأسف لم يتم الرد على ذلك بعد. تم تصوير الفيديو التالي في المكسيك. لاحظ العديد من شهود العيان أنه في مكان ما على مسافة في الجبال ظهرت شخصية ضخمة لمخلوق غير معروف. لماذا ضخمة؟ نعم، لأن اللقطات التي تراها تم التقاطها من مسافة بعيدة، وبالنظر إلى كل هذا لا يزال الجسم الموجود في الأعلى يبدو كبيرا. الآن كل من ينحاز إلى الظواهر الطبيعية يتساءل ما إذا كان العملاق من أقارب ذو القدم الكبيرة أو إذا كان نوعا جديدا تماما من المخلوقات الخارقة. مع ذلك أثار الفيديو اهتماما ليس فقط بين أولئك الذين يؤمنون بالغموض، كان هناك عدد غير قليل من النقاد على استعداد لتقييم كل شيء. لهذا الغرض استخرج الأشخاص التسجيل الأصلي وأخذوه بالفعل للدراسة المفصلة، لذلك قريبا جدا سنعرف الحقيقة سواء كان هذا الفيديو حقيقيا أم لا. نحن نقترب بثلاثة من لقطات ذو القدم الكبيرة، على الأقل هكذا يصف المصور مقطع الفيديو الخاص به. نشر رجل فيديو يظهر بوضوح رجلا ضخما مشعرا يسير على طول الغابة. إذا حكمنا من خلال حجمه فقد يكون رجلا عاديا يرتدي زي ذو القدم الكبيرة، مع ذلك لا تزال المشية وبعض الميزات الأخرى تجعلك تؤمن بما رأيته وتأخذه ضمن الأمور الغامضة. بالإضافة قبل وقت قصير من هذا الحادث كان سكان ولاية أيداهو يبلغون للتو عن شخصية كبيرة غريبة تشبه الإنسان يسير على طول خط الشجرة. يبدو أن الأحجية قد اكتملت وتم حل جميع الألغاز بطريقة ما. أعتقد أن هناك ما هو أكثر، أعني هل سيمشي ذو القدم الكبيرة على طول خط الشجرة أمام الناس أو في الفيديو الخاص بنا سيكون ذلك هادئا بهذا الشكل؟ لا أعتقد ذلك. من ناحية أخرى على الرغم من ذلك هناك مثل هذه المواجهات في الطبيعة، سخيفة وغريبة لدرجة أن ذو القدم الكبيرة سيبدو غريبا. هنا مثلا اصطاد الناس من البيرو ضفدعا ضخما. صدقوني لم يكن لديكم أي فكرة عن حجم هذا الضفدع. من غير المعروف ما إذا كان هذا الكائن البرمائي ينتمي إلى أنواع مهددة، مع ذلك في رأي العديد كان ضفدع ثيران كبير يعيش في كندا والولايات المتحدة. لم يشارك جزء ثان من الجمهور في الموقف وقدم حجة مضادة. لم يعش ضفدع الثيران من قبل في منطقة البحيرة حيث تمكن الناس من الإمساك بالوحش. لهذا السبب ترك الناس يتساءلون من كان يمكن أن يكون ويأملون أن يمسكوا بواحد آخر مماثل. يعتقد البعض أنه كان نوعا غير معروف من الضفادع خفيا، وهو نوع انقرض منذ ملايين السنين، لكن بعض الأفراد نجوا لسبب غير مفهوم حتى يومنا هذا. إذا كان هذا صحيحا وكان هناك حقا مثل هذه الوحوش، فإن السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي دفع هذا البرمائي للخروج من البركة؟ لكن من الواضح أن الذي لن يغادر مياهه هو الوحش الرهيب من الفيديو التالي. شيء غير مفهوم تماما، مظلم ومخيف طارد القارب لعدة دقائق. بدا الأمر كما لو أن هذا الوحش كان يخطط لمهاجمة الضيوف غير المدعوة، لكنه لم يستطع ذلك. لم يظهر لنا كيف انتهت المضاردة، لكن إذا كنت تصدق التعليقات المصور بمجرد أن سبحوا إلى المياه الإقليمية توقف المخلوق عن المضاردة. من تعتقد أنه كان ساكن عادي تحت الماء كانت عيونه مضاءة بشكل غريب، أو وحشا خطيرا وغامضا لم يكتشفه العلم بعد؟ مرة أخرى أقترح تخفيف الغموض بشيء معروف ومفهوم، لكن لا يزال نفس الشيء الرائع.
أتحدث عن حبار عملاق تم تصويره على شريط فيديو من قبل غواصين يابانيين. إذا انتبهت إلى اللقطات فستلاحظ أن المخلوق موجود على السطح. في الواقع هذا بعيد كل البعد عن كونه مكانا شائعا، لكنه نادر. كقاعدة عامة يعيش هذا الحبار حصريا على أعماق كبيرة من 300 إلى 1000 متر. على الرغم من حقيقة أن الغواص المبتدئ يمكن أن يكون مرتبكا جدا، إلا أن المحترفين تمكنوا من تحديد هوية المخلوق. اتضح أن الناس وجدوا حباراً عملاقاً، حباراً كبيراً في أعماق البحار مع 8 مجسات عادية واثنين من الأذرع. يعتقد أن لديها جهاز عصبي شديد التنظيم ودماغاً معقداً للغاية. يمتلك الحبار العملاق أيضاً أكبر عيون لكائن حي. يمكن أن يصل قطرها إلى 27 سنتيمتراً مع بؤبؤ 9 سنتيمترات. بفضل هذه العيون الكبيرة يمكن لهذا الحبار التقاط أضعف وهج حيوي للكائنات الحية واستخراجها بسرعة ومهارة. وبشكل عام هذا المخلوق كما أدركنا بالفعل يبرز ليس فقط لعينيه، يعتبر واحد من أكبر الحيوانات اللافقارية. يمكن أن يصل طول عباءة ضيفنا إلى 25 متراً مع طول من نهاية الزعانف إلى أطراف مجسات الإمساك بحوالي 8 أمتار. وفقاً لبحث حديث يتغذى هذا الحبار بشكل أساسي على العديد من أسماك أعماق البحار، مع ذلك فهي لا تتردد أيضاً في تذوق زملائها. يبدو الصيد هكذا، يمسك العملاق بالعدو بمخالبه العنيدة ويجلبه إلى منقاره الصغير. بسبب الهيكل الخاص للمخالب من المستحيل الخروج من مثل هذا الفخ الطويل. بعد ذلك يسحق الحبار الخصم بمساعدة الراتولا، لسان بمخالب دقيقة يرسله إلى المريء. يقال إن الحبار تصطاد دائما بمفردها لأنها لا ترى هدفا من مشاركة الفريسة مع أحد. تقريبا لا أحد يهاجمها على أي حال، يمكنها التعامل مع أي عدو. حان الوقت للحديث عن الغموض مرة أخرى وإلقاء نظرة على وحش غريب تم تصويره في الصين في بحيرة تيانشي. في سبتمبر 2023 سارت امرأة على طول الشاطئ، وفقا لها كان يوما عاديا لا يختلف عن باقي الأيام. فجأة سمعت صوتا عال يشبه رش الأسماك في الماء من البحيرة. ولدهشة المرأة الصينية على بعد حوالي 200 متر رأت مخلوقا عملاقا يظهر جزء من جسمه على سطح الماء. كان الوحش يتحرك بسرعة كبيرة ولم يظهر نفسه تماماً للحظة. لهذا السبب لا يزال الناس غير قادرين على حل هذا اللغز وتحديد من كان يمكن أن يكون. اقترح البعض أنه كان ثعباناً بطول 15 متراً. هذه النظرية واقعية تماماً باستثناء بعض النقاط. أولاً الثعابين لا تسبح في هذه البحيرة. ثانياً لا يمكن أن تكون كبيرة جداً. ثالثاً لا يمكنها أيضاً تحريك الماء بهذه السرعة. كانت النسخة الثانية أكثر غموضاً. وفقاً لها اعتبره الناس ظهور وحش بحيرة لوخ نيس أو كائناً يشبهه. ما هو مضحك أنه يستحيل تأكيد هذه النظرية أو دحضها. الآن سأريك البقايا الفضولية للغاية التي جرفتها المياه إلى الشاطئ. ليس صعباً تخمين أن هذا المخلوق كان ببساطة عملاقاً. كان ارتفاعه ضعف ارتفاع رجل على الأقل. كان أنفه ضخماً كمنقار الطائر وعظام الديناصورات. بدأ الناس بالفعل يؤمنون بالمعجزات واعتقدوا أنهم وجدوا دليلاً على وجود الديناصورات في عصرنا. لكن بعد ذلك تحطمت تلك الأحلام بسبب الواقع. نشر العلماء النظرية القائلة بأنه ليس ديناصوراً حديثاً أو شيئاً من هذا القبيل، لكنه الدلفين الهندي أو الجاجينتي الشائع. هذه الثدييات لها جسم مشابه، فهي طويلة مع منقار كبير وجبة كبيرة. في الواقع إذا قارنت صور الدلفين ووجدتها على الشاطئ ستجد أوجه التشابه في كل شيء تقريباً. الشك الوحيد هو ذيل الحيوان، له غطاء شعر يشبه ظاهرياً الصوف الطويل. يقول بعض شهود العيان إنه مجرد تشبث بالأعشاب البحرية، ويؤكد آخرون أنه صوف فعلاً. لا يمكن أن يكون دلفيناً، يمكننا رؤية ديناصور أمامنا. ماذا تعتقد أن الناس في مقطع الفيديو هذا كانوا يصورون؟ ربما نوعاً من محطة فضائية تحت الماء؟ أو كائناً حياً نادراً للغاية؟ اتضح أنه الكائن المعروف منذ فترة طويلة المعروف بالبطلينوس العملاق. هذا هو اسم نوع كبير من ذوات الصدفيات يعيش في شعاب المحيط الهادئ والمحيطات الهندية. يتجاوز طول أصدافها 1 متر في الطول، ويمكن أن تصل كتلة أكبر العينات إلى 200 كيلوغرام. في الوقت نفسه فإن متوسط العمر المتوقع لمثل هذا الكائن الحي ليس أقل إثارة، فهي تعيش حتى 100 عام.
حقيقة مثيرة أيضاً في عام 1956 على جزيرة في اليابان، وجد الناس بطلينوساً عملاقاً يزن أكثر من 300 كيلوغرام، جعلها أكبر الرخويات ثنائية الصدفين على وجه الأرض. دخلت فوراً كتاب غينيس للأرقام القياسية. ضع إعجاباً إذا كان هذا العملاق يذكرك أيضاً ببعض صناديق الكنوز تحت الماء، كما هو الحال في الأفلام أو الألعاب، كأنك على وشك فتحه والحصول على لؤلؤة نادرة بشكل لا يصدق. على الرغم من أنك تعلم هذا صحيح جزئياً على الأقل، يمكن أن تفاجئ الغنائم من حولك بسهولة. لا أعرف كم هو صحيح، مع ذلك يقال إن واحدة من أكبر اللآلئ التي عثر عليها في هذه الرخويات تزن 34 كيلوغرام. اتضح أنه حتى لو كان الشخص محظوظاً جداً ووجده في مكان ما تحت الماء، فلن يتمكن من الحصول عليه وإحضاره إلى الأرض. هذا ما أعنيه الحد الأقصى من الحماية من السرقة. ثاني اكتشاف هو وحيد القرن الصوفي، تم اكتشافه في ياقوتيا عام 2020. المدهش أن العينة المتجمدة احتفظت بصوفها والعديد من الأنسجة الأكثر اعتدالاً. اقترح العلماء أن عمر وحيد القرن هذا لا يقل عن 20,000 عام، قد يكون أكبر بمرتين أو مرتين ونصف. نظراً للقيمة الخاصة لوحيد القرن هذا، فقد ظل موجوداً حيث عثر عليه لفترة طويلة، خاف الناس من نقل تلك البقايا. بعدها بوقت قصير، عندما وصل علماء الحفريات الأكثر خبرة للمكان، كانت الجثة لا تزال مستخرجة وتم إحضارها لعاصمة المنطقة لإجراء أبحاث يمكن أن تتيح معرفة المزيد من عن أساليب حياتها وأسباب نجاة وحيد القرن الصوفي. فقد تخيل، بفضل هذه الجثة يمكن للناس الحصول على بيانات قيمة حول مظهر الحيوان واستعادة مظهره ومعرفة كيف عاشت هذه المخلوقات في ذلك الوقت. لقطة غريبة. في أحد الأيام في بلدة سيبيرية نائية، تم اكتشاف مذهل غير حياة سكانها إلى الأبد. صادف الصيادون حين كانوا يتابعون مراكبهم شيئاً مفاجئاً، مختبئاً تحت حافة النهر الجليدية. وتحت المستوى السميك من الجليد تم اكتشاف جثة مخلوق غريب، بدأ وكأنه إنسان ولكن مع قرون الغزلان. تخرج لحد كبير من الجمجمة، أذهل الناس باكتشافهم واستدعوا خبراء على الفور لتحليل الجسم غير العادي. وصل الباحثون الذين انجذبوا إلى غموض ما حدث مجهزين بالكامل، وبعد تقديم سلسلة من الدراسات الشاملة بدأوا يعتقدون أنه لم يكن رجلا عاديا. اقترحوا أن الجثة المكتشفة يمكن أن تنتمي إلى حضارة غريبة أو أن تكون طفرة من الشعب السيبيري القديم. كانت قرون الغزلان موضوعا ذا أهمية خاصة، كانت منحنية بدقة ويبدو أنها غير واقعية. توصل الباحثون إلى أن القرون متصلة بالجمجمة وكانت بمثابة جزء لا يتجزأ منها، وقد أعطاهم هذا ذلك أسبابا إضافية للاعتقاد بأنه شكل تطوري خاص أو نتيجة طفرة جينية. لاحقا تلقت الدائرة الأكاديمية أمرا جديدا بضرورة استخراج الجثة من الماء وإجراء اختبار الحمض النووي. في النهاية يمكن تحديد من هو؟ إلا أن الوضع لم يتضح بالنسبة للناس العاديين، حيث أنه بمجرد إرسال البيانات للدراسة التفصيلية اتضح أنه لن تشارك أحد هذه المعلومات مع المدنيين. حصلت على صفة السرية واختفت تماما من الرادارات. ما رأيك؟ هل اللقطة حقيقية؟ من يمكن أن يقوم بتصويرها؟ أنتظر رأيك في التعليقات. الآن لننتقل لغرب القارة القطبية الجنوبية ونتخيل السيناريو التالي. أنت عضو في البعثة وتقوم بحفر الجليد وتدرس ما بداخله. تذهب إلى مكان لا توجد فيه كائنات حية ولتنظر إلى ظروف جديدة لم تكن في بحثك. تعمل على مسافة 260 كيلومترا من أقرب مياه، وتحفر الجليد على عمق كيلومتر تقريبا. تنظر للمناطق التي تبلغ حرارة الماء فيها ناقص 3 درجات مئوية، وحينها تواجه مخلوقات جديدة، تلك التي لا تهتم بمحيطها وظروف المعيشة الأخرى وكل شيء من هذا القبيل. بالحكم على كل شيء، فإن هذه المخلوقات تتغذى على الأطعمة النادرة التي تصادفها، وبالطبع لم يتمكن العلماء من معرفة المزيد. ولكن هناك شيء يخبرني أن لديهم الكثير من القصص. بعد كل شيء يعتقد أنه كلما تعمقت أكثر أصبح الجو أكثر قتامة وبرودة، وتقل فرصك بمقابلة بعض الكائنات الحية. رغم أنه يمكنك إيجاد أحد ما حتى بهذه الظروف المذهلة، إلا أن ذلك يدل على قوة الكائن وقدرته على التكيف مع البيئة والعثور على الطعام حتى هناك. جماجم غامضة.
إن الخبر عن القارة القطبية الجنوبية حيث وجد جماجم غامضة قد انتشر بسرعة في أنحاء العالم وجذب انتباه الجمهور. عادة ما تكون النتائج هنا مشابهة لتلك القصة السابقة، مخلوقات فريدة من نوعها تسكن بيئات في ظل ظروف مذهلة وما إلى ذلك. ولكن هنا لدينا شيء للتعامل معه، أولا شيء قديم جدا، وثانيا إنه شيء غامض، وربما هو حتى كائن فضائي. وجدت الجماجم الثلاث الطولية في القارة القطبية، وكان الاكتشاف غير متوقع لعالم الآثار، حيث أن الجماجم هي أول بقايا بشرية تكتشف هناك، رغم أنه يعتقد أن القدماء لم يزوروا هذه القارة من قبل. من المفترض أن تظهر هذه الجماجم المطولة نتيجة تشوه المتعمد. تم تطبيق هذا على أطفال النخبة في عدة ثقافات. تم تحقيق هذا التأثير من خلال تعريض رأس الطفل عندما لم تكن الجمجمة ثابتة لغلاف قماش كثيف، وتم ذلك لتمييز الطبقات العليا عن الطبقات الدنيا. تبدو هذه النظرية منطقية ومعقولة تماما، لكن ألا تبدو غريبة قليلا؟ هل قام أحد بلف جمجمته حتى يميز نفسه؟ ألا يستطيع الشخص العادي لف رأسه؟ بشكل عام تحتوي هذه النظرية على الكثير من الفروق التي تعرضت للنقاد ووجهات النظر، لهذا بالضبط أجد تفسيرا آخر مثيرا للاهتمام حقا. يبدو أن الجماجم القديمة لا تنتمي حقا للبشر، هذه بقايا الحضارات أو حتى الفضائيين سقطت في غياهب النسيان، حيث أنه عثر على شيء مماثل في زوايا أخرى من العالم. قرب القطع الأثرية الغريبة وبعض العلامات غير الواضحة أو الأصفار بلغات غريبة، ببساطة جمجمة مماثلة ليست دليلاً على أن القدماء كانت لديهم طقوس غريبة، ربما تثبت أن فضائيين أو شخصاً من العرق المتفوق كانوا يتجولون في هذه المناطق الثلجية. والمثير أنهم لم ينقرضوا بالتأكيد على الأرض إذ وجد العديد من هذه الجماجم. يبدو لي أن هؤلاء كانوا مخلوقات منفصلة عاشوا هناك لبعض الوقت ثم عادوا إلى كوكبهم، بينما مات جزء من إخوانهم هناك وهكذا بقيت أجسادهم على حالها. أثناء المشي في الشتاء يمكنك مواجهة عدة أشياء مثيرة، لكن صدقني لن تفاجئ أي شخص في مينابوليس بالحقائق التي قد نجدها مفاجئة. سأخبركم بما وجدوه، هذا شيء ما. عام 2021 ذهبت عائلة في نزهة أخرى على طول الطريق الذي فحصوه، وكانت الحديقة جميلة كالعادة، لكن شيئا ما جعلها مختلفة عن المعتاد. وبعبارة أخرى شخص ما في مكان ما بين الأشجار ولا يلفت النظر. تم العثور على قطعة جليد عملاقة بداخلها إنسان نياندرتال. لم يتمكن أفراد الأسرة من الإيمان بسعادته، اقتربوا وفحصوا الرجل القديم واستدعوا خدمة خاصة، وهرعت السلطات إلى المكان وأغلقت المنطقة. ما حدث بعد ذلك لا أحد يعرفه. تم منع الغرباء من الدخول طالما تم إبعاد البقايا. هناك أيضا نظرية أخرى، وفقا لها بعد أن اتصل الناس بالسلطات تلقوا ردا بأنه لا يوجد ما يخيف، فهو ليس رجلا قديما حقيقيا ولكنه هيكل معتاد من الزجاج العضوي والرتنج مع نموذج في بدة متماثلة لما قبل التاريخ. لن أحكي لك قصة بهذه النهاية البسيطة حيث كل شيء واضح، إلا أن فارقا بسيطا كان هو المسألة. بعد يوم من هذا الاكتشاف اختفت قطعة الجليد هذه دون ترك أثر. هل أخذها المصور؟ ليس من السهل نقل هذا الغرض، ولم يرى أي من السكان أي سيارات كبيرة حولهم. هنا إما أنهم يحاولون تضليلنا أو أن هذا رجل نياندرتال حقيقي. بخلاف ذلك لا أعرف حتى ما هو مؤامرة جماعية أم مزحة على مستوى الكوكب. فتاة قبيلة الإنكا، برأيي كان مثيرا جدا بالنسبة لي أن أنظر إلى اكتشاف يتعلق بقدماء حقيقيين، ليس فقط مع وجود العظام لكن أيضا أجسادهم حتى لو كانت مجمدة. كنت أعتقد أن هذا خيال وهو الشيء الذي لن يكون حقيقيا إطلاقا، ولكن حدث شيء ما. وجدت قصة حدثت منذ حوالي 15 عاما. مجموعة علماء وجدت فتاة من قبيلة الإنكا بمكان ما بين الجليد، بالحكم على المظهر كان عمرها 15 عاما، لكن حتى في هذه السن المبكرة تم التضحية بالفتاة. هذا حدث منذ حوالي 500 عام. كل مئات السنين الماضية هذه كانت مستلقية بمكان ما على ارتفاع كبير، تم الحفاظ على جسدها دون تغيير تقريبا. يقال إنه تم اكتشاف بعض المومياوات مع هذه الفتاة.
صبي وفتاة، ولكن لسبب ما لم يتم عرضهما. تدرس جثة الصبي ذو عمر 7 سنوات، بينما جثة الفتاة ذات 6 سنوات لم تمس. من المحتمل أنها ضربت من البرق، مما قد يؤثر على دقة قياس النتائج. مع ذلك حاليا لا يفهم أحد سبب التضحية بهؤلاء الأشخاص. ما يعرفه العلماء هو أنه قبل أداء هذه الطقوس كان الأطفال يعطون أفضل وأغلى الأشياء ليأكلوها لإطفاء الألوان الزاهية على حياتهم. فبينما كانوا يتناولون البطاطس والخضروات طوال اليوم، آخر عام تم إعطاؤهم اللحوم والذرة. رجل الجليد. اتضح أنه في 90s من القرن الماضي حدثت قصة أدت بالعلماء إلى العثور على رجل ثلج حقيقي. من اللافت للنظر أن عمر الجثة لم يكن 100 ولا 200 ولا حتى 500 عام. العلماء متأكدون من أن عمره لا يقل عن 5000 عام. كما تم الحفاظ على الجثة بشكل جيد لدرجة أنهم اعتقدوا في البداية أنه أحد معاصرينا. وأحدث هذا الاكتشاف كما كان متوقعا عاصفة من المشاعر والخلافات في الأوساط الأكاديمية وخارجها. بشكل عام ألف الصحفيون أكثر من 500 اسم لهذه المومياء. وفي 2 يوليو 1997 في النهاية قبلت حكومة جنوب تيرول الاسم الرسمي رجل الجليد أو رجل الثلج. نظرا لأنه عثر عليه قرب وادي أودزدال فإنه يسمى أيضا أودزي باختصار. الآن تعد هذه المومياء أقدم مومياء وجدت في أوروبا. في أكتوبر 2011 قام العلماء بفك تشفير البيانات بنسبة 90%، ما يعتبر غريبا، لم تكن هناك أخبار في هذا الشأن. من المحتمل أنهم واجهوا صعوبات غير متوقعة ولا يريدون التحدث عنها للناس العاديين مثلنا. لكن وضحت بعض الأمور. مثلا حددوا العمر التقريبي للرجل لحظة وفاته، كان عمره حوالي 50 عاما. باعتبار أنه عاش خلال فترة نيوليث فقد كان عصرا محترما. بإزالة تجميد المومياء ارتفعت حرارتها تدريجيا للغرفة الأولى. تم جمع الماء الذائب بالكامل وإرساله للتحليل البكتيري. ولاحظ العلماء أن جسم الرجل كله تقريبا كان مغطى بأنواع مختلفة من الوشوم. في الأساس كانت تلك الصلبان تم تطبيقها بإدخال غبار الفحم في شقوق مصنوعة على الجلد. بلازما سورس. منذ فترة طويلة خلال إحدى الرحلات إلى القارة القطبية وجدت مجموعة من الباحثين شيئا مذهلا. في منطقة جليدية شديدة التجمد عثروا على جثة ضخمة لمخلوق غير معروف، والذي بالحكم على كل شيء كان بلازما سورس، مخلوق قديم اختفى منذ ملايين السنين، لكنه لا يزال مثيرا للاهتمام للعلم وعلم الحفريات. وظل هذا البلازما سورس محفوظا بسبب الغطاء الجليدي، مما أثار بهجة إجماعية بين العلماء. ولكن الشيء الأكثر إثارة كان داخل جسده. أثناء البحث بالجسم اكتشفوا أنه يحتوي على شكل بلازما مميز أبقاه على قيد الحياة طوال هذه الملايين من السنين. وقد أثار ذلك حماسا حقيقيا لدى العلماء وأثار الاهتمام بدراسته. يبدو أنه يمكننا اختتام القصة بناء على ما قيل أعلاه، لكني أريد أن أخبركم عن قصة غريبة تتعلق بهذا الاكتشاف. وحسب كلمات العالم الذي تمت مقابلته، رأى أحد أيام البحث شيئا لا يمكن تصوره. بدأ الجليد المحيط بهذا المخلوق يتغير لونه، فشعر الرجل بالخوف وقام بالركض. في تلك اللحظة ظهرت دودة بيضاء كالثلج ذات فم بلا قاع وأسنان ضخمة. أراد الوحش إطلاق سائل غير معروف على ظهر هذا العالم، لكن لحسن حظه أخطأ الهدف وعاد تحت الجليد كما لو كان يتلقى أمرا. يقولون إنه كان جوهراً بديلاً للبلازما سورس. هذه البلازما بداخل المخلوقات بمثابة وعي إضافي، جسد آخر يتولى السيطرة على الوضع. حتى لو مات أحدهما يمكن للثاني أن يعيش لفترة أطول كهذه الحالة. من المثير كيف انتهى البلازما سورس. طبعاً إذا كان هذا التاريخ حقيقياً ولم يخترقه العلماء. بأي حال إذا أردنا معرفة الحقيقة فها هي. قرب القارة القطبية اكتشف الباحثون عام 2023 مخلوقاً له 20 ذراعاً. كان المخلوق يسكن على عمق من 60 متراً إلى 1100 متر. نعم تواجد هناك الأنواع المماثلة للطبيعة لكن ب10 أذرع. هنا لفت انتباه العلماء نوعاً مختلفاً تماماً. لا أحد يعرف ماذا ينتظر. ربما كان نوعاً ما من الحيوانات المفترسة أو مجرد ساكن مسالم في الأعماق.
بأي حال يقضي الباحثون الكثير من الوقت في دراسته. الحقيقة أنه لا أحد لديه فكرة عن هوية العملاق وما هي ميزاته. الآن سأخبرك بما يستطيع الكلب الذئبي الحقيقي فعله. أولاً، ينبغي توضيح أن الكلب الذئبي ليس سلالة كلاب خاصة ومنفصلة كما قد يبدو لكثير من الناس. في الواقع هي مجموعة من الكلاب المختلفة القوية والكبيرة والتي تتميز بشجاعة ومهارات لا تصدق. إنها مستعدة لمقاومة الذئب وغيره. هناك أكثر من 10 سلالات تنتمي إلى الكلاب الذئبية، لكنني سأخبركم فقط عن أبرزها وأقواها. الأول منها هو كلب الرعي القوقازي. هذه بعض من أكبر الكلاب والتي يمكن أن تزن أكثر من 100 كيلوغرام. بالمناسبة، حتى بعض الذئاب لا تزن كثيراً. تتميز كلاب الرعي القوقازية بالفراء الكثيف والأقدام الضخمة والقوة المذهلة. إنها سلالة مثالية لحراسة المراعي والأغنام من مجموعة متنوعة من الأعداء بما في ذلك الذئاب. لفترة طويلة كان سكان القوقاز يستخدمون هذه الكلاب لحماية الأغنام من هجمات الذئاب. لا يخشى كلب الرعي القوقازي هذا خوض معركة مع الذئب، فهو غالباً ما يتفوق عليه من حيث الحجم. علاوة على ذلك، أحياناً يمكن له أن يقاوم حتى الدب. لن يهزمه كلب الرعي القوقازي في قتال مباشر، لكنه قد يطرده بعيداً. الكلب الذئبي التالي هو كلب الكنغال. موطن هذه الكلاب هو تركيا. على عكس كلب الرعي القوقازي والذي بشكل عام يمكن تصنيفه على أنه كلب رعي، فإن الكنغال ليس كلب رعي، هو حارس بالفطرة. لذلك تم استخدامه في تركيا منذ فترة طويلة لحراسة الأغنام من الذئاب. كلب الكنغال قوي جدا، يطلق عليه أقوى كلب على الكوكب. بينما يمكن للمرء أن يجادل في هذا، لا يمكن للمرء أن يختلف على مدى رشاقته مع الذئاب. عند اللحاق بالذئب يطور سرعة عالية جدا، ويقوم بطرد العدو ويحيده بدم بارد. يتم إعداده للقتال مع الذئاب منذ مرحلة الصغر. عندما يكون جرواً تثبت أذانه تقليدياً بحيث لا يتمكن الذئب أثناء القتال من الإمساك به من هذا المكان. بالمناسبة، رغم أننا في القرن 21 ويوجد تقنيات مختلفة لحماية المراعي، المزارعون الأتراك ما زالوا يستخدمون الكنغال لحمايتها. وينطبق الشيء نفسه على الألاباي، كلب ذئبي آخر. لا يزال كلب الرعي في آسيا الوسطى يستخدم بنشاط لحماية قطعان الأغنام من الذئاب وابن آوى. يتم اختيار أقوى الكلاب فقط لهذه المهمة البالغة الأهمية. وأن الألاباي الغير قادر على القتال ضد خصم ذو 4 أرجل لا يعتبر كلبا ذئبيا حقيقيا. لكي يتمكن الكلب من الحراسة يجب عليه اجتياز ما يسمى باختبارات الكلب الذئبي، وتشمل هذه الاختبارات على الشخصية وقوة العقل والصفات الجسدية. إذا تم اجتياز الاختبار، فلا شك أن هذا الكلب لن يترك الأغنام تتأذى. سوف يقوم بتمزيق أي ذئب، وسيكون مفيداً ويحافظ عليها في أي مكان ومجال. هناك كلب ذئبي آخر سأخبركم عنه، وهو كلب جبال الرانس من فرنسا. تم استخدام هذه السلالة منذ البداية من قبل الرعاة والمزارعين لحماية القطعان والمناطق السكنية. حالياً يستمر هذا الأمر. تقاوم هذه الكلاب الذئاب جيداً، لكن من المدهش أنها غالباً ما ترى وهي تقاتل الدببة. والأمر الأكثر إثارة للدهشة أنها قادرة تماماً على طرد الدب خارج المنطقة. بفضل قوته وإصراره الكبير لا يكاد يعرف له نظير. تعد جميع الكلاب الذئبية كلاب قوية جداً، لأن مقاومة هذه الحيوانات المفترسة تتطلب القوة. لكن هناك سلالات قوية أخرى في العالم قد لا تقاتل الذئاب والدببة، لكنها ليست أقل روعة. تابع المشاهدة لترى أقوى الكلاب في العالم. يعد كلب ستارفوردشاير الأمريكي من أحد أشهر سلالات الكلاب في هذا العالم، وإنه غالباً ما يوضع في تصنيفات مختلفة تتعلق بالقوة والخطر. يصف الكثيرون هذا الكلب بأنه أخطر كلب في العالم ربما، ولكن ما يمكن قوله على وجه اليقين أنه أحد أقوى الكلاب على هذا الكوكب. فقط انظر للأوزان التي يمكنه سحبها. إنه ليس بأي حال من الأحوال أكبر كلب في العالم. يتراوح وزنه من 20 إلى 30 كيلوغرام، ويبلغ ارتفاعه أقل من 0.5 متر، وفي نفس الوقت يستطيع سحب وزن يصل إلى 3.5 أطنان. فقد تخيل القوة التي يحتاجها لهذا. بالإضافة، يمكنه حمل البضائع أو سحب المالك على الزلاجات أو لوح التزلج، ويجدر الإشارة أيضاً إلى فكيه المجنونين. يمكن له أن يمسك بشيء ما ويعلقه في الهواء بفضل قوة فكيه وحدهما.
أنت لا ترغب بالعبث معه، فقد تخيل ما يمكن أن يفعله بعضة واحدة. إذا تم تربيته بشكل صحيح وقضاء الكثير من الوقت معه، يمكنه أن يكون آلة حقيقية تتعامل مع أي عدو. تسمى هذه الكلاب الأمريكية بأخطر الكلاب على هذا الكوكب. مع ذلك يوصي معظم مربي الكلاب بتدريبه كحيوان أليف عادي، عندها سوف يكبر الحيوان لطيفاً وآمناً تماماً حتى بالنسبة لطفل صغير. شكراً للمشاهدة، أخبرني في التعليقات عن الذي أعجبك في هذه الحلقة، لا تنسى الاشتراك في القناة.